3000 شقه جاهزه في 9 محافظات. من ساعات بدا الحجز في شقق صندوق التنميه الحضريه، وهتاخد شقه متشطبه وجاهزه على المفتاح من 90 متر ل 180 متر مربع. عايز تعرف التفاصيل والشروط؟ خليك معايا للاخر. من ساعات بدا الحجز على شقق صندوق التنميه الحضريه اللي طرح 3000 وحده سكنيه، ودي المرحله الثانيه من مشاريعه. الشقق دي في 9 محافظات اللي منها القاهره والسويس والقليوبيه، ومعاهم سوهاج والفيوم والمنيا، واخرهم الشرقيه وكفر الشيخ والدقهليه. المشروع ده اسمه دارا او عواصم المحافظات. تعال اقول لك بقى تفاصيل الشقق دي وهي فين بالظبط من كل محافظه. في القاهرة الشقق دي موجودة في المعصرة ومدينة نصر والخيالة. في المعصرة 9 عمارات على 10 أفدنة، كل عمارة منهم أرضي و9 أدوار، وفي خدمات تانية زي 30 محل تجاري. أما لو فكرت في مدينة نصر فهناك 54 عمارة. نروح بقى لمنطقة الخيالة اللي هي الفسطاط أو مصر القديمة، ودي عبارة عن 42 عمارة، كل واحدة منهم أرضي و9 أدوار. مشروع دارة بيضم خدمات كتير، مساجد وملاعب رياضية وجراشات وغرف لجمع القمامة. طب إيه أسعار الوحدة السكنية في مشروع دارة؟ الوحدة بيوصل ثمنها 4.8 مليون جنيه. طبعا الشقه كامله التشطيب وجاهزه على المفتاح. اما عن طرق السداد ففي تسهيلات كبيره جدا، بتدفع 15% مقدم حجز، وممكن الباقي يتقسط على 5 سنين، وكل ده بدون فوائد. اما لو انت راجل كاش وهتدفع فوري فهتاخد خصم 8% من ثمن الشقه. لا وكمان ينفع تدخلها تمويل عقاري مع البنك الاهلي المصري. لو عندك استفسارات كتير في خط ساخن للمشروع وهو 15 3 4. اللي عايز يحجز هيرفع سماعه التليفون، ولو عنده استفسار هيلاقي اجابه.